الأسباب اللي دعت لتعليق عمل جهاز الشرطة المدنية في مدينة رأس العين: التعرض لعناصر الشرطة المدنية بشكل مستمر وتهجم على منازلهم وأهانتهم بحجة أنهم القوة في المدينة ولا يحق لأحد التشارك أو التدخل معهم في أي عمل يقومون في المدينة. الشرطة المدنية تأسست بعد تحرير البلد، والشرطة المدنية قسم كبير منها كان في الجيش الوطني وانضم للشرطة المدنية. هم في هذا الأمر متناسين أن هذه البلد خرجت في 2012 ضد النظام والحزب وقاتلت وشرد أهلها، ثم عاد قسم منها بالقتال أثناء التحرير، بالإضافة لوجود مقاتلين سابقين من الجيش الوطني ضمن صفوف الشرطة المدنية، ما جعلنا نحن كرؤساء أقسام وضباط للشرطة المدنية بتعليق عملنا بشكل كامل لإيجاد حل جذري وقطعي لمثل تلك الانتهاكات التي ما زالت قائمة منذ التحرير. طبعا في كل مشكلة يحاول قائد شرطة رأس العين سيد نقي محمود صالح تهدئة الوضع بقوله نحن كمؤسسة بنيت على النظام ونظام مؤسسات الانصياع للمحاكم، عندنا محاكم انصياع لها لمنع الصدام العسكري، ونأمل بإيجاد حل نهائي لهذا الموضوع، لكن للأسف لم نلقى أي حل من الطرف الثاني أو أي تحقيقات تذكر. حسب آخر المعلومات اللي وصلتنا هو ما قامت به فرقة الحمزة بالاعتداء على رئيس مخفر حي المحطة بمدينة رأس العين، هذا آخر انتهاك أدى لقراركم أم في غيره؟ أخي هذا تستطيع القول أنه الانتهاك رقم 1000، مش 1 أو 2، الانتهاك رقم 1000، لكن آخرها ضرب رئيس المخفر سيد علي عبد الكريم حشيش، وهو مساعد من شق من النظام، مقاتل 10 سنين ثورة، مصاب فيها الثورة، عمره 57 سنة، من مؤسسين المخفر في الشرطة المدنية، من مؤسسين المخفر في الشرطة المدنية. تعرض له بعض عناصر الجيش الوطني، طبعا ما بدنا نحدد انه كفرقة الحمزة او فرقة السلطان، لكن في قطاع الحمزة اشخاص ملثمين لا يتجاوز عمر شخص منهم يعني 22 او 23 سنة، قاموا بضربه واهانته بحجة لا يريدون الشرطة المدنية دخول قطاعاتهم أو المرور أو حتى النظر إلى أحد عناصرهم، فأهان رئيس المخفر والعنصر المرافق له وأطلقوا النار على سائق السيارة وأخذوا السيارة، ثم أطلقوا سراحة وبعد توكيل هذه الكلمات أنهم لا يريدون أحد من الشرطة المدنية الدخول أو الولوج في قطاعاتهم أو تدخل في أي عمل يقومون به في القطاعات، رغم أننا لا نقوم بعمل ضد الجيش الوطني أو لنا علاقة بهم، فقط مع المدنيين، لكن وصل الأمر إلى منع الدخول في قطاعاته أو المرور أو حتى النظر إلى أحد من عناصرهم. سيد ركان، ما فيني ما أسألك، شو أسباب هذه الانتهاكات وهي التصرفات برأيك تجاهكم كشرطة مدنية برأس العين؟ يعني لماذا وصلت الأمور إلى هذه الدرجة من قبل بعض الفصائل أو بعض العناصر بالجيش الوطني؟ أخي سوف نتكلم بصراحة بحتة كما نقول، العنصرية الزائدة كبداية، كون لدينا في قيادة الشرطة من جميع الملل، لكن بعض رؤساء الأقسام دعنا نقول ديري حرف الواحد يعني حرفيا أقولها لك، وبعض الأقسام من رأس العين، فالمقاتلين الجيش الوطني الذين دخلوا على البلد 99% منهم لا يقبلون هذا العمل، فأنه لازم يكون رئيس القسم أو الضابط أو المتواجدين أو الأشخاص في قيادة الشرطة هم من خارج مدينة رأس العين أو القطاع الشرقي حصرة. عفوا أنا ما عرفت، يعني عناصر الجيش الوطني هم من دير الزور أم العكس؟ لا العكس، عندنا عناصر الشرطة المدنية، عندنا القسم الكبير أو ما راح أقول الكبير، عفوا رؤساء أقسام من رأس العين ومن دير الزور. في كل مشكلة تذكر مثلا قتال ضد الشرطة المدنية، فأحد المشاكل التي حصلت يعني أحد المشاكل اللي صارت ضد الشرطة المدنية، عناصر الجيش الوطني قالوا نحن نريد أهل المنطقة الشرقية، نريد قتال أهل المنطقة الشرقية فقط، لا نريد كشرطة مدنية. هي إحدى المشاكل التي حصلت. المشاكل الثانية عدم قبول، يعني أحد الأسباب عدم قبول تواجد الشرطة المدنية في المدينة أو تدخلها بشكل نهائي، بحجة أنهم قدموا الشهداء في تحرير هذا البلد، ولا يحق لأهل البلد أن ينصبوا شخص من هذه المدينة أو من الدير أو من المنطقة الشرقية كقائد شرطة أو رئيس قسم أو ضابط. يعني بتقصد المناطقية، أنت استخدمت تعبير العنصرية، يمكن كان قصدك المناطقية. بين قوسين نعم، هاي الحقيقة. يعني هذا قدر صلوا من ساعة تحرير رأس العين وهذه المناطقية موجودة؟ نعم
نعم، منذ سنتين العنصرية الموجودة في هذه المنطقة يعني كبيرة بشكل لا يوصف. احنا بداية تأسيس رأس العين في أول دورة أول ثانية كان يتجاوز عدد الشرطة 300 مقاتل، توزعنا بين الكوموندوس والحراسات داخل البلد. يعني من دخلنا على البلد بعد الدورة العسكرية منذ 45 يوم انتشرنا في البلد، فالمشاكل صارت يعني بشكل يومي بشكل شبه يومي. وبداية المشاكل يعني احنا كقيادة شرطة اذا صار مشاكل مع الجيش الوطني تقاتل معنا او مثلا صارت مشكلة مع عنصر شرطة مدينة في الشارع، لا يأتوا لقائد الشرطة او يأتوا مثلا لقيادة الشرطة او للمحكمة العسكرية التحكم، تلقائيا كل 5 أشخاص كل 10 أشخاص كل مجموعة في سياراتهم يذهبوا الى البيوت. اهانة عنصر الشرطة في منزله وضربه واهانته وسرقة ما بحوزته من سلاح و أموال وجوالات وأمور عليها القيمة ويخرجون. في كآخر مشكلة صارت منذ شهر تقريبا، هي مشكلة البارح مع رئيس المخبر كان لها توابع من مشكلة حصلت معنا قبل شهر، تعرضوا لإطلاق نار في المشفى، تهجم على عنصر الشرطة المدنية، فعنصر الشرطة المدنية طلب المؤازرة، ما أنصاعوا للمحكمة العسكرية أو لأوامر قائدهم خلينا نقول، صار إطلاق نار فأصيب منهم 6 أشخاص. بعد حشودات بعد إصابتهم حشدوا وتوجهوا إلى قيادة الشرطة، تعرضوا لإطلاق نار أيضا، أصيب منهم 5 أشخاص، حصيت الإصابات عندهم 13 إصابة. طبعا 13 إصابة، أنت كشخص مقاتل، أنا أتحدث عن نفسي كشخص مقاتل 10 سنين ثورة، أنا يعني من المعركة لما تدخلها فيها دبابات فيها طيران ما راح تخاف من شخص ساحب السلاح عليك باسم شرطة عسكرية أو باسم جيش وطني، راح تضرب إما تقتل أو تقتل أنت أو تقتل. فاللي صار أنه تهجم على الشرطة المدنية في آخر مشكلة من شهر، فوصل عصية الإصابة عندهم 13 شخص، ما استطاعوا دخول المشفى الوطني وما استطاعوا دخول قيادة الشرطة، فتوجهوا إلى منازل الشرطة، كل شخص يدخل على بيته يعرف بيته مثلا في شرطة يهينوا يضربوا. صار في ثأر يعني؟ نعم، صار في عملية ثأر. أخي مو فقط ثأر، يعني أنت اليوم رجل يضرب وينضرب أيضا، لكن إهانته قدام زوجته وإهانته قدام عائلته وقدام والده وتصويره فيديو ونشره، يعني شيء لا يطاق أبدا. هذا العمل هذا ما شفناه في الثورة غير هنا، غير في رأس العين منذ سنتين لحد الآن. تعامل المدنيين مع قراركم كيف سيد راكان؟ كيف استقبلوا قرار تعليق عملكم؟ مؤيدين هذا الموضوع بشكل يعني بشكل كبير جدا، كونه عندنا أكثر من 50% من مدنيين رأس العين أولادهم في الشرطة، أولادهم في الشرطة أكثر من 50% من رأس العين أولادهم في الشرطة، ومؤيدوا هذا القرار. يعني اليوم عناصر الجيش الوطني يتعاملوا مع المدنيين بفوقية إلا ما رحم ربي، في ناس على الجبهات، في ناس على الجبهات لا تأتي إذا عنده عوائل، الشخص اللي جايب زوجته أو أهله إلى رأس العين هذا مو جاي يسوي مشاكل، أو مثلا اللي كان عازب يقاتل على الأنفور، أما الشخص اللي مثلا جاي وحاطط سلاحه على باب محله ومشغل مثلا ميوزك وسبب مشاكل وسبب هذا مو جاي مثلا يسمى كجيش وطني أو جاي ليسوي إصلاحات هالبلد. أنا سألتك عن الأسباب، كنت متوقعة تقلي كمان أنه قلة الوعي عند عناصر الجيش الوطني والشرطة العسكرية. هذا شيء يعني مفروغ، نحكي لك يا في آخر كلام، أنت يعني أنت ما أخذت الكلام آخر كلام، قلة الوعي والاستهتار الكامل في عناصر الشرطة المدنية والاستهتار بالدم، قال يا بن قوسين استهتار بالدم، اليوم أي مشكلة عم تصير إطلاق النار عن يعني على بدون يعني إصابات، إطلاق النار يحقق فيك إصابة قتل، صادق قتل. يعني آخر مشكلة نحن أيضا حصلت مع الشرطة العسكرية دعنا نقول بعض عناصر الجيش الوطني قبل الشهر، أصيب شخص من عناصر الشرطة المدنية على مدخل القيادة، فحاولت الناس تسحبه فصار يضربه، يعني بدي صفي نهائيا الشخص، يعني يبعد عنك 1 كيلومتر عفوا 500 متر، لا تعرفه لا يعرف دم، ما في يعني ما في رحمي في هذا الشيء، فحاول يصف الشخص الثاني فوقه. تواصلتوا مع الجانب التركي سيد راكان؟ الجانب التركي يناقش الموضوع ويسعى للحل، يسعى للحل. الشرطة العسكرية ثاني يوم بعد ما علقنا عملنا ووقفنا العمل نهائيا، ثاني يوم اصدرت بيان انه راح تحاسب المسؤولين. الجيش الوطني اخذ وضعية المزارية الصامتة، القادات
برأيك الجانب التركي ممكن انه يحل الموضوع سريعا، لان حسب ما فهمت منك القصة عميقة جدا، يعني ما لها خلاف آني، القصة عمرها سنتين واسبابها متشعبة. استاذي انا ذكرت لك شرطة، ذكرت لك الجانب التركي بين قوسين وفي كلمتين يناقش حل الموضوع. وصلت الفكرة اكيد، يعني سمع القصة وتناسح، يعني مثل تناسى الموضوع او سوف يجد حل جذري لهذا الموضوع. طبعا هذا الاجتماع ال 150 مع الجانب التركي، قلت لك مشاكل بشكل شبه يومي منذ سنتين، بشكل شبه يومي اهانت عناصر الشرطة على الحواجز. يعني اليوم عناصر فرضا الجيش الوطني عم تيجي ناس من الانفور من الحسكة، فانت اليوم، انت اليوم المدني اذا بده يدخل على البلد ما راح يدخل عن طريق شرطه مدنيه، راح يدخل عن طريق الجيش الوطني. عم ينجح عناصر الجيش الوطني على الحواجز، ما عم يوقف على حواجز الشرطه المدنيه بحجه انهم عساكر. فانت لما تسمع كلمه بيقولوا للعنصر الشرطه المدنيه انا عسكري، فهو يمكن مقدس مثلا او لازم اتقرب عليه نهائيا. يدخل احدى الاشخاص اللي القى عليه قسم الاستخبارات عندنا المدني اللي سببوا تفجيرات، اللي كانوا تابعين لأحزاب الانفصالي، اللي كانوا تابعين للنظام، دخلوهم عناصر من الجيش الوطني. قديش مؤسف هذا الكلام سيد راكان، قديش مؤسف انه بعد 10 سنوات من الثورة يكون في هذه الحالة بمنطقة المفروض خلصت من سلطة الأسد، لنواجه ربما ما يوازي ويمكن ما يفوق نظام أسد ببعض الممارسات. هاي الحقيقة أستاذ، هاي الحقيقة. يعني البارحة في إيقاف عمل أنت شرطة مدنية مؤسسة منذ سنتين، مقاتليها أكثر من 40% منها كانوا عناصر جيش وطني. ما نحن نقول عناصر جيش وطني، دخلوا عناصر جيش وطني لدخول هذه البلد، هم بالأصل مقاتلين جيش حر، يوقفوا عملهم أجل أشخاص يتجاوز عمرهم 10 و15 أو 20 سنة. لما طلعت الثورة كانوا يمكن صف أول أو ثاني، يتهجموا عليك ويضربوا عليك سلاح بحجة نحن عساكر مقدسين، نحن جيش وطني. فأنت اليوم لما بشوف مثل أستاذ السيد عبد الكريم حشيش رئيس المخفر، رجل عمره 57 سنة ومساعد مشق وعشر سنين ثورة ومصاب في الحروب، ما أعرف إذا شفت الفيديو أنت، من إهانته من أشخاص ملثمين، يعني بدون سابق إنذار، فقط أنت شرطة مدنية ممنوع تقربوا على قطاعاتنا، ضرب. واللي يقهر اكثر انه اصحابه يوقفوا معه، وقادات توقف معه، وقادات كتيبه توقف معه، وقادات الويه توقف معه لهذا الشخص.